إذا تجي للواقع فأنا من عائلة بعثين، أبوي رفيق حزبي، أخوتي بعثين. إذا تجي للانطلاقة، أنا انطلاقتي في الانتفاضة الشعبانية، الأستاذ قال أنا في الانتفاضة الشعبانية أول من كتب على صورة صدام بساحة 55 لا زعيم إلا الحكيم فتاح الشيخ، لكن وين هي؟ ماذا عساك أن تتحدث عنه؟ فهو شخصية عصامية متناقضة ذات طابع سياسي تمتاز بالمزاجية، من الصعب إقناعه ببديهيات الأمور، فكيف عن محل الإشكال؟ من مقلدي الشهيد الصدر الثاني وواحد من أبرز أتباعه الذين وقفوا بوجه أزلام البعث المجرم. إذا احتاجين إلى تصحيح مسار أو إصلاح، مع احترامي وحب للسيد مقتدى الصدر، علينا أن نشخص أنه إحنا أخطأنا وجبنا ناس هم مفسدين وأفسدوا العملية السياسية. هو فتح الله غازي إسماعيل السعدي، والمعروف بفتاح الشيخ، ولد في مدينة الصدر عام 1967، عاش وترعرع وسط عائلة اختلفت عنه أيديولوجيا، وهو من أول المتأثرين بفكر الشهيد الصدر الثاني رحمه الله، وأيضا السيد روح الله الخميني الموسوي. من مقلدي السيد الخوئي وعدل بعد ذلك إلى مرجعية الشهيد الصدر. تاريخه السياسي بدأ عام 2005 عند مشاركته في الانتخابات كأمين عام للكوادر والنخب الوطنية. مثل الهيئة السياسية للتيار الصدري ووسع دائرة نطاق المكاتب في بغداد والمحافظات، على رأسها الأنبار وديالى وكركوك ونينوى. صحفي بارز له العديد من التجارب، أبرزها إصدار صحيفة إشراقات الصدر لأكثر من 7 سنوات. بعدها انتقل ما بين الأحزاب والتوجهات السياسية، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن شخصيته. هذا المكان الأخير لكل ابن آدم، كان صغير كبير، وزير حقير، رئيس مرؤوس، سيد، رجل دين، معمم، مرجع، بالنتيجة هذا المكان. لكن هذا المكان الإنسان يختاره في اختيارين لا ثالث لهما، أما حفرة من النيران أو رضا من رياض الجنة، والأعمال هي الكفيلة. وأتصور أتمنى أن تكون هذه الزيارة لي ولغيري عبرة لكل السياسيين، لا سيما الذين أظل معاهم وأظل أطاردهم هم سراق المال العام والمفسدين. يعمل الآن في مجال التدريس الجامعي ويسعى للحصول على شهادة الدكتوراه. أهلا وسهلا بكم أحبتي مشاهدي قناة الولاء الفضائية في الجزء الآخر من حلقة بالتفصيل لهذا اليوم. أيضا في هذه الحلقة سيكون ضيفي السيد فتاح الشيخ، النائب في البرلمان العراقي السابق، واليوم هو سياسي عراقي مستقل. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سيدي الكريم. الله يحفظكم. خلينا نبدأ البرنامج بومضة على قولة الشعراء. أصغر أبنائك شو اسمه؟ هو القطاف الأخير مقتدى. زين، مقتدى في 2003 مواليد، يعني اليوم ما شاء الله 11/2003. اليوم ما شاء الله كبير. اليوم لو صار عندك ولد تسميه مقتدى الصدر؟ لا، هو الشيء بالشيء يذكر اللطافة. قبل فترة شاقيت وياه قلت له مقتدى راح أبدل اسمك. قال يعني شو تسميه؟ قلت له يعني ذكرت أسماء من التيار الصدري، قلت له راح أسميك مثلاً بصراحة أسميك قيس، أكرام، باو عليه هيك، هو بالثاني متوسط. قال لي إذا أنت عندك مشكلة وي مقتدى وي سيد مقتدى، فأنا اللي سماني محمد الصدر سمى مقتدى ابن مقتدى، فبالنتيجة مو أنت مسميني مقتدى. حقيقة يعني خجلني، بس أنا شلت الملاطفة. اليوم تيار الصدر قوي برأيك سياسيا، عنده وزارات وانت خارج التيار، ما قدرت تاخذ لا وزارة ولا تكون نائب، يعني بعد خروجك من التيار الصدري البركات راحت، ما صرت نائب ولا صرت وزير. ادري يعني هي البركات تطلع علينا بسبب الحكومة، مو بسبب الحكومة بس، اليوم التوفيق هذا غير. انت اليوم تكون متصدي دافع عن حقوق جمهورك، حقوق شهداء التيار الصدري، هذا هم توفيق. نعم، حرمونا منه مع الاسف. حرموك من عنده لو انت لا انحرمت، مع انه انا موجود يعني مو صاحب قرار، لكن جماهيريا شعبيا مع ابناء محمد صادق الصدر اخوتي في كل مناسبه موجود معاهم. لكن تدري المعتقل
والسجين والشهيد ما طالب بحقوقه إلا من خلال منصب تنفيذي، قد أكون خسرت جزء من واعدكم معتقلي التيار الصدري يرسلون رسائل إن للإعلام يعني يقولون إحنا ما حد سأل علينا، ليش هذه المشاكل؟ وبيهم حتى طلعت مقاطع فيديو يعني يقولون إنه إحنا ما نشي من مع العلم إحنا قاومنا المحتل. وأنت كنت في فترتها يعني بالألفين ذيك الأيام كنت تطلع خلف السيد وتصدر بيانات وتنتقد الاحتلال الأمريكي. ساهمنا بمطالبة إطلاق سراح الشيخ أحمد الشيباني عندما كان بوك بالبصرة. أنا ما أحكي على الأسماء، لا قصدي هو كسجناء معتقلين هواي، أحمد كان مسجون صار سنين كان معتقل. يعني قد يكون أتصور التقصير وين؟ التقصير أكون ممثل عندهم في الحكومة، الكتلة التي تمثل التيار الصدري هي المسؤولة، مسؤولية يعني مباشرة. هذه الكتلة بهذه القوة ما قدرت تدافع عن حقوق الموجودين بالسجون الآن؟ هو هذا السؤال يعني إحنا إحنا إعلاميين قلوبنا تنكسر من نشوف أبناء جيش المهدي ذول اللي قاوموا الاحتلال، اللي 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 منذ انطلاق هذا السجل ومقاومة الاحتلال وإعلان الاحتلال يعني هم اللي وقفوا وهم اللي قاوموا الآن يرسلون رسائل وكأنما مستضعفين داخل السجون. نعم، المحاور السياسي أو عفواً الهيئة السياسية اللي تصدت على تشكيل الحكومة لدورتين متتالية هي التي أتت بالمالكي، كان المفروض شرط من شروط تشكيل الحكومة إطلاق سراح الأبرياء على الأقل بين قوسين الأبرياء، لأنه خومة معقولة هذا العدد كله هو كلهم مجرمين كما يقولون وقتلة، لا الأبرياء لأنه هو يكون ناس أنا أعرفهم في مدينة الصدر هم أبرياء قاوموا الاحتلال يعني شنو مجرمين؟ هذا شرف زين. يعني إذا هي مقاومة الاحتلال شرف فيا حبذا لما لا تدافعون عن هذا الشرف العظيم وتترفعون أبنائهم وتخلصوهم من السجون والقيود؟ هذا واجب الكتلة البرلمانية التي تمثل أبناء التيار الصدري وتمثل دماء التيار الصدري في الحكومة. إيش تتوقع الآن السيد مقتدى الصدر يسمع؟ يعني يشوف فتح الشيخ اليوم طالع على فضائية معينة، يشوف الفلان المنشق، يشوف أدوات هؤلاء في يوم من الأيام، يسمع عنهم، يعرفهم وين الآن؟ والله أنا بالنسبة لي أعرف أنه سمحت السيد متابع جيد للإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعي، ولا تكون لا تغادره صغيرة وكبيرة تخص التيار الصدري، بس يا ترى ما أدري يعني. نتمنى من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه الحلقة أن تكون حلقتنا يعني الحلقة القادمة مع السيد مقتدى الصدر يشرفنا فعلا يعني من خلال منبر الولاء أن نلتقي بسماحة السيد وإحنا كل الشخصيات العراقية كل من يمثل ثقل في العملية السياسية العراقية التقينا وياه وقفنا مع كل الأطياف حتى في موضوع التظاهرات ساندنا التيار الصدري. نعم. ما قدرنا نهمش هذه التظاهرات الموجودة في ساحة التحرير، نأمل نكون أنه السيد متابع جيد وأن يستضيف برنامج في التفصيل في يوم من الأيام. والله قلت لك الرجل لا يتمكن أن يعمل بمعزله، يحتاج إلى معونة، بس أنا أتصور البعض لا يتمكن من معونة السيد بقدر ما يراعون بعض مصالحهم، ولا السيد يحتاج إلى إعلاميين أكفاء، سياسيين شجعان، رجال دين حقيقة ينزلون إلى الشارع. دائما تتحدث بهذه اللغة، تتحدث وكأنما هناك غلاف هلامي يعني يدير بالسيد مقتدى الصدر، ودائما تتحدث عن الحنانة واجتماعات الحنانة، وهناك من يحيط بالسيد الصدر ويجعله بمعزل. يعني السيد الصدر اليوم أنا أشوف العراقيين يشوفون أيضا متصدي للساحة ويطالب بالإصلاح ويقف في منبر التحرير ومنبر الجمعة، وأحيانا له اقتراحات لتعديل المسار السياسي، فما أعتقد هذا الشخص يكون بمعزل يعني. نعم، بل لكن يحتاج إلى ممثل حقيقي أو على الأقل مستشار يكون عينه وإذنه ولسانه في داخل كتلة اسمه فتاح الشيخ؟ لا مو بالضرورة، احنا نتألم لأنه لدينا القدرة أن نشغل هذا المكان، لكن الظروف أتت بما شلون جاءت رياح بما لا تشتري. إذا جاك اليوم اتصال من أحد مرافقي السيد مقتدى الصدر يقول لك توجه للحنانة غدا في صلاة الفجر الصبح أنت بالحنانة، تروح؟ لا. ليش؟ لأنه حدث هذا فعلا مرتين، ولكن للأسف كانوا كاذبين، واحدة في قم عندما كنت في شهر رمضان وأنا في بيت أحمد الشيباني، جاءني شخصيا الشيخ عون سيد عون النبي بسيارته الشخصية وأخذني إلى دار إقامة السيد على أنه لقاء مع سماحة السيد، وتقرب وقت السحور وأنا لم أرى السيد، وبعدين لا كرمونا بسحور سحرنا وياهم دار الضيافة ولا خلوني سحرت مع عائلتي في بيت أحمد الشيباني،
وكانت هذه أكذوبة انطلت عليها من قبل السيد عام. شنو السبب؟ شنو وتكررت في 2013. شلون؟ اتصل بي سيد عامر الحسيني على أنه أنا كنت طالب سنة تحضيرية في كلية الإعلام بالدكتوراه والمحاضرات مهمة جدا. قال الساعة بالسبعة تكون أنت اليوم بالحنانة. وفعلا أنا وحمايتي وسيارتي وصلنا للحنانة بالموعد، يعني ثلث ساعة متأخرين عني. والتقيت في وقتها في حيدر الجابري والشيخ كاظم العيسى وأبو دعاء والسيد عامر وعدنان وعلي السميسم على أنه يكون لقاء مع سماحة السيد. زين. وكذلك بقى بالفشل. نعم. شو السبب رأيك؟ ما أعرف هساني عرضه من خلال فضائياتكم. عجيب يعني السيد. صار سنين ما عرفت الجواب شنو؟ هسه قد يعني الناس تخابرك تقول لك تعال حتى تلتقي مع السيد مقتدى الصدر. ورحت ولم يكون اللقاء. وهذا ليس فقط أني، تأكدت من أنه أشخاص آخرين مثلي وصلوا إلى هذا الوقت كانوا ما التقوا. سيد مقتدى الصدر عنده علم بهذا الموضوع برأيك؟ أتمنى أن لا يكون عنده علم لأنه أزعل. إن كنت لا تدري. فإن كنت تدري فتلك مصيبة. لا، والأصعب من أنه شكل وفد محافظة الأنبار بواسطتي للذهاب إلى سيد مقتدى الصدر. والتقينا ببيت علي التميمي وبحضور الأخ حاكم الزاملي على أنه نذهب إلى الحنانة. ووفرنا الخط الأمني والحمايات وأعضاء مجلس محافظة الأنبار كاملة. باللحظة الأخيرة أخذني حاكم وعلي التميمي، قال أبو يقين أجى توجيه من الحنانة، الوفد يجي بس أنت غير مرغوب بك. نعم، بقيت بمكانك. يعني هي هاي بس لن تقول عندك يعني الحد لا عندك خط رجعة، بس إنه طريقة التأمين اللقاء مع السيد يجب أن تكون طريقة. أنا محب وعاشق لآل الصدر، إذا كانت الدعوة حصرا من سماحة السيد سألبيها زحفا، وإذا كانت من غير سيد مقتدى الصدر فلا. أنتم شو نقول المشقين، نقول البعيدين ما رضيت. المهمشين. أنا ولو عندي شوية أشر على هاي المهمشين. كلكم تحكون نفس الكلام، تقول لو أجانا اتصال من سيد مقتدى الصدر ثاني يوم إحنا بالحنانة يعني. طيب ليش ما ترجعون تلمون شتات التيار الصدري اليوم؟ التيار الصدري اليوم قوي بس محتاج لوجودكم. يعني نعمل تجمع ونذهب نقف بباب الحنان نسوي مظاهرة ونصيح؟ لا، على أقل تقريب قد شارك الخلاف التحالف الوطني، بس بيوم وليلة شفنا الحاجب ومهد المهندس مع السيد مقتدى الصدر مفترشين هذه الخارطة وقاعدين. أنتم هم روحوا فرشوا تاريخ السيد محمد الصدر، فرشوا المصلاية وصلوا سوى، فرشوا العشاء وتعشوا سوى. على حد علمي يعني معقول السيد مقتدى الصدر هسه هيج قلبه غليظ وطارق؟ لا لا، حاشا السيد مقتدى أن يكون، لكن على حد علمي أنه أكو دعوة. أبو مهدي ما أجا من فراغ، ولا هادي العامري ولا قيس ولا أكرم ولا عدنان الشحماني. كان أكو تنسيق وكان أكو هناك دعوة. والناس لبت الدعوة ووقفت مع سماحة السيد وأسرت قلوب الشيعة. اليوم شنو المانع إذا تكون هناك دعوة من قبل السيد مقتدى الصدر إلى الأسماء الموجودة، إذا كنا فعلا إحنا صدرين أو نشكل فشي إيجابي؟ تروح روح للنجف، زور قبر السيد الشهيد. زرت القبر وما خلينا من الإخوان. الأمور السياسية لا لا، فعلا روح للقبور زور السيد الشهيد. يبقى هو الأب الروحي في الدنيا والآخرة السيد الشهيد محمد صادق الصدر. ولي ذكريات حلوة مع بران السيد. ودخلت إلى بران السيد إلى المتحف والإخوان جزاهم الله خيرا آخر مرة يعني، في بداية شهر شباط. جيد. أنا كنت نعم زرت المرقد وعندي صور أبعثها إن شاء الله لجمهورنا الكريم. وعندي زيارة وفتحوا أبواب المتحف ودخلت وصليت قريب إلى مقتنيات السيد الشهيد. بصراحة تعاملوا وياك الموجودين بالمتحف، أكيد هم من الخط الصدري إخواننا، تعاملوا وياك كأي زائر يجي برحابة الصدر، يعني تعاملوا وياك كأنما أنت بيك عطر اليوم من السيد الشهيد أو سياسي في سيارة الصدر السابق. شو تعاملوا وياك؟ فعلا هذا اللي مسته، تأثرت لأن قدموا لي سجل الزيارات ورادوا مني في الذكريات حلوة وملأتها بقلمي البسيط، وهذه حقيقة موجودة عندي مصورها إن شاء الله توصلكم. بس يعني ما بيدي حيلة، الصدري الحقيقي ليس الصدر السياسي. هذا هم عندي في المفارقة بالموضوع. أنا أبقى صدري حقيقي أفضل من أكون صدري سياسي وأتسلق هنا وهناك في سبيل الوصول إلى ما أريد وبعدين ينقلب الكرسي على رأسي. يعني تصور نفسك أنت اليوم أنت السياسي اللي على وجه حق والموجودين في التيار الصدري هم غير على وجه حق يعني؟ نعم سؤالك. يعني اليوم أنت تصور نفسك أنت على وجه حق الآن؟ مو بالضرورة، قد أكون على باطل في نظر الآخرين. بس بيني وبين نفسي
على وجه حقه على الأقل ملتزم مع خط محمد صلاح. أهم شيء حكيته في هذا البارت أنه موضوع الاستقبال والزيارة، وموضوع أنه أكو كتلة هلامية دائر مدارس السيد مقتدى الصدر أنت تشوف فيها معرقل ما تقدر تقترب الآن، والحب الذي دخل في قلوبنا أن السيد محمد صادق الصدر لا توجد حوله هذه الكتلة. يعني الباب مفتوحة، باب الحنانة وباب المكتب وكل مكان تذهب تجد محمد صادق الصدر. أنا أتمنى أن تكون هذه الكتلة تخفف من وطأتها تجاه السيد، لأنه كثير من الصدرين يتمنون مرة ثانية العودة واللقاء إلى السيد مقتدى. خليني أرجع بيك شوي بخاطرتك، النجاح لله ولمحمد الصدر والفشل لكم، بماذا تذكرك هذه العبارة؟ النجاح لله ولمحمد الصدر والفشل لكم. أنا كتبت أكثر من مقال بهذا الخصوص. في مقالاتي الأولى كان الكلام موجه إلى الفاشلين سياسيا، وبنفس الوقت هم لا أريد أن أكذب لأنه اعتاديت على الصراحة، وهذه الصراحة زائلت البعض. بعض الأطياف الشيعية التي جاءت بالصفقة الأمريكية، وأنا وصفتهم في جريدة شراقات الصدر بشيعة كوندليز رايز آنذاك، وقفوا موقف غير مشرف مع سيد مقتدى الصدر. فكانت من ضمن مقالاتي هذه هي ضربة للذين رفعوا أيديهم داخل مجلس الحكم على أنه يضربون التيار الصدري بتوجيه من بول برايمر. فكانت هذه مقالات شديدة اللهجة في الأعداد الأولى في شراقات الصدر، فكتبت أنه على جميع الشيعة، وكانت أسماء معينة أنا مخصصها بس ما ذكرتها بالمقال، أنه أنتم سيكون مصيركم الفشل. والدليل واضح، وصلوا إلى نقطة الفشل. ولو كان التيار الصدري لم يشترك معهم في هذه الانتخابات لكان للتيار الصدري الآن بصمة السيد الصدر كبصمة السيد الإمام الخميني في إيران. زين، من الذي دعاك للانسحاب؟ أنت ليش صرت خارج التيار الصدري بموضوع الانتخابات؟ يعني ليش طلعت خارج التيار الصدري؟ كنت أنت مرشح لأن تكون في دورة نيابية أخرى. نعم. من الذي دعاك إلى الانسحاب؟ بناء على توجيه أنا ذاك كان الشيخ عباس الربيعي هو رئيس الهيئة السياسية، جاءني اتصال من قبل أحد المقربين للسيد راح رحمة الله، قال إنه أنسحب، فنفذت الانسحاب. تبين قال عليك الانسحاب يا فتاح الشيخ، تنسحب؟ قال أن تنسحب حسب توجيهات السيد عن الترشيح. كنت أنا رقم 5 في قائمة الناصرية، ونائب رئيس. كنت مرشح على أي مدينة بالناصرية؟ على العموم الناصرية على المحافظة كلها، بس لجمهور في القصد الناصرية. القصد ثقلك بأي مدينة كان؟ أنا في المدينة في الناصرية نفسها، وسوق الشيوخ. نعم. قلعة سكر والرفاعي، هذه كلها مناطقي أنا جمهوري هناك، يعني حتى رجالنا أيام جيش الإمام المهدي هم موجودين حتى طيب. الآن فجاني التبليغ بالتليفون، وتعرف كان كل سياسي من عندنا أكو عنده تواصل مع رجل يم السيد. أنا كان تواصلي مع السيد رياض النوري رحمة الله عليه، أبو جعفر. فأبو جعفر ما أعرف هسه وين راح رحمة الله، مقصودة غير مقصودة، قال فتاح أنه تنسحب. أعلنت انسحابي وصلاة الجمعة، كان فضائيات موجودة، كمل صلاة الجمعة في أي مكان؟ في مدينة الصدر قرب المكتب الشريف. قلت بالحرف الواحد أنا منسحب من عملية سياسية حتى يتسنى لي معرفة مشاركة السيد من عدم مشاركتي في الانتخابات. هاي قامت الدنيا وقعدت. إجاني أحد الأخوان اللي هو مكلف من الشيخ عباس الربيعي، الأخ خالد شالي الساعدي، وشخص آخر معاه، جلسنا في قطاع 14 مع الأخ جاسم الساعدي. اكتب الآن، أمروني اكتب بالقلم الأخضر انسحابك. كتبت بسم الله الرحمن الرحيم طاعة للسيد القائد مقتدى الصدر، أعلن انسحابي من الكتلة الصدرية. خلينا نرجع لهذا الموضوع كلش مهم، خلينا نروح إلى فاصل الآن حتى تكون سياقات حلقتنا مهنية. أحبة المشاهدين فاصل ونتواصل بحلقة بالتفصيل، وأكيد راح نرجع إلى القلم الأخضر اللي أكد بفتاح الشيخ انسحابه. أبقوا يا أحبة المشاهدين. عدنا معكم أحبتي مشاهدي قناة الولاء الفضائية والجزء الآخر من حلقة بالتفصيل لهذا اليوم، وأجدد الترحيب بضيفي النائب السابق فتاح الشيخ والمستقل سياسيا الآن. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى سيدي الكريم. خلينا نرجع الموضوع القلم الأخضر اللي هو بإيدي الآن وكان بإيدك في يوم من الأيام حتى تتنازل أو حتى تعلن انسحابك أمام السيد مقتدى الصدر. فكتبت هذا المقال، حطيت التاريخ رادوا بالتاريخ تاريخ الانسحاب، وسلمت بيد الأخ خالد شالي
خالد كان مكلف انه ياخذ يسلم العباس الربيعي، الشيخ عباس الربيعي، وفيما بعد يصعد للسيد مقتدى الصدر. هذا اللي افتهمته. قدمت الاستقاله وانسحبت. من ذاك اليوم لليوم هذا لحد سال شنو سبب الاستقاله، منو كلفك؟ انا كل حتى الان حتى هذه اللحظه اللي الثقه الكامله بانه ما نقله سيد رياض النوري رحمه الله عليه ابو جعفر هو نقلا من سماحه السيد بالانسحاب. فالانسحاب كان طاعه. هسه انسحاب البعض راد يخدعني حتى يصعد بديل بمكاني، ما اعرف شنو. بعدين اتضحت لي الامور غير ذلك. كان يبدو ان هنالك اسم لازم يصعد، فشافوا اكثر شخص ممكن انه يعرقل عليهم هذه المسيره هو انا، فطلبوا مني. هذا الاسم هو بهاء العرج، اكيد هو في ذلك الوقت رقم 5. انا انسحبت من الناصريه، هو صعد مكاني. زين، شنو رايك بهاء العرج ان يكون بديل لفتاح الشيخ؟ هذا البرنامج اليوم للتاريخ، هذه قضايا تاريخيه. انا سمعت من احد جلسات سيد بهاء يقول انا رجل رايح مسافر الى لندن، لكن للحظه الاخيره وانا بالمطار اتصلوا بي قالوا ارجع لان فتاح انسحب وتعال. شنو علاقته بالتيار الصدري؟ لانه اخو حازم العرجي. زين، نعم. انت دائما بلقاءاتك تعرف الصدري الحقيقي، عرف لنا الصدر الحقيقي. هو كل من قلده وصلى خلف السيد الشهيد محمد صادق الصدر واستمر بعمله في أيام جيش الإمام المهدي وأعطى وضحى، على الأقل له ما يثبت صدريته. على يعني مثلا البعض سألني من الصدرين أنت شلون تثبت صدريته؟ قلت له تفضل، هذا عندي وصل 5 قبل لا نعرف عملية سياسية، أنا 5 على السيد محمد صدر، وعندي وصولات 5 مقدمها للمكتب السيد قبل لا نعرف البرلمان ونعرف الحكومة. فبالنتيجة ما عندنا طموح أنه نكون نشتغل بزمن صدام وننسجن في سبيل اليوم الآن نصعد في كتلة صدرية أو كتلة الأحرار. هذا ما كنا مفكرين به. لا، أنا أقول الصدر الحقيقي هو كل من قلد بطاعة وليس مجاملة وصلى خلف السيد الشهيد محمد صادق الصدر وأدى الفريضة المعطلة صلاة الجمعة ولبى الجميع نداءات سيد محمد صادق الصدر الولائية التي كان يدعو لها من بغداد إلى كربلاء والنجف وغير ذلك، ثم تتابع في عمله في تشكيل جيش الإمام المهدي واليوم الموعود وسرايا السلام. بس برأيك يعني أنت المفروض اليوم بالتيار الصدر أن يستقطب، يعني بعيد عن أن يستقطب شخصيات ليبرالية حتى تمثل التيار بالعملية الانتخابية مثل بهاء العرجي وغيره؟ يعني شنو المانع؟ يعني اليوم أنت شهادتك قد تكون مجروحة بهاء العرجي لكون بديلك، يعني اللي لا لك. أنا ما الآن ما طعنت به. تسألت شنو بهاء؟ قلت لك أخو حازم العرجي. لا بس يعني أنت ما مقتنع بها العرج. شلون؟ داخل نفسك ما مقتنع، أنا متأكد. لا، أنا ما مقتنع في صعوده كبرلماني بديل عني، لأنه تبين لي فيما بعد أنه هنالك تنسيق. بها العرج عقائدي صدري حقيقي برأيك؟ والله ما أعرفه. أنا أعرف حازم، صلينا صلاة الجمعة بالعقيدة السوية بالكاظمية أمر من السيد محمد صدر، وإجا سيد جعفر حضر وشيخ علي صادق وصلينا. حازم العرجي كان هو إمام جمعة. زين، ما نعرف شيء اسمه بها. أنا شخصيا ما أعرف. أول مرة تشوف بهاء العرجي شو وقت؟ شفته أول لقاء بهاء العرجي أول ما حلت الأسماء بالانتخابات، كان أول اجتماع لنا بالهيئة السياسية بالكاظمية، دخل شخص قالوا هذا بهاء العرجي. كان إنسان خجول واقف على صفحة، جينا سلمنا عليه من باب إنه إحنا صدرين قدامه أصدقاء أخوه، جينا سلمنا عليه، واللي عرفني عليه الشيخ رائد الكاظمي. وين كان يسكن؟ عرفت هذا الأخ كان يسكن وين بعهد أيام النظام السابق؟ قال هذا بهاء. قلت له منين بهاء؟ قال بهاء وياكم قائمة. قلت له أنا قائمتي 3 بيها، أنا فزت سامي العسكري وناصر الساعدي. قال لا، هو مو بقائمتك، بقائمة 169 مال السيد علي السستاني اللي كانت على السادة المدعومة من المرجعية. نعم. فكان بهاء بهاي القائمة، يعني صعد بالتزكية. أي، فسلمت عليه، تعارفنا، جلسنا بأول اجتماع مع الشيخ علي سميسن، كان هو رئيس الهيئة السياسية. هذا أول لقائنا سيد بهاء العرج. نعم. مقتنع به أنت يعني سياسياً عقائدياً خدم التيار الصدري؟ كان رئيس كتلة أحرار؟ ما أريد أجامل، لأنه قناعتي مقتنعة قناعة الجماهير، غالبية الجماهير ما مقتنعة به، أنا ما مقتنع به. شلون تسلم هذا المنصب رئيس كتلة الأحرار برأيك في يوم من الأيام وأنت ما مقتنع به والجماهير ما مقتنعين به؟ هذه ما موجود كنت بالتيار، ولهذا ما أعرف شلون صعد وشلون صار نائب رئيس وزراء. زين، كنت في يوم من الأيام عراب للتيار الصدري، قد
يستفاد منك التيار الصدري في تقريب وجهات النظر. فتاح الشيخ معروف بالسليقة واللباقة الإعلامية وهذه الأمور، وأيضا في كتلة أياد علاوي نفس الكلام، يعني كنت عراف في يوم من الأيام. لكن اليوم أنت بعيد عن التيار وعن أياد علاوي، برأيك هل ستكون عراب لكتلة ما، لحزب ما، لحزب ما في الفترة المقبلة إذا سنحت لك الفرصة أن تكون سياسي ضمن كتلة معينة حتى تخدم تطلعاتها؟ بعد ما آمنت بأنه الأعمال الحزبية الغير مستقلة صعبة جدا، لازم أن تكلفك أنه تتنازل، فآمنت بالعمل المستقل، والآن أمين عام الكوادر والنخب الوطنية المستقلة، سارين باتجاه المصادقة من قبل قانون الأحزاب العراقي، وسوف أكون عرابا عن مشروعي اللي هو مشروعك سياسي؟ مشروع سياسي وطني، يعني اللي هو هذا الكارت أعتقد؟ نعم. منو نصبك أمين عام؟ الهيئة العامة. يعني اجتمعتوا قعدتوا خططتوا؟ عندنا مقرات. عندكم تمويل من الخارج؟ والله أجاملك إذا أقول كذب، لا ما عندنا أي تمويل، لكن ضمن برنامجنا ضمن نظامنا الداخلي احنا كتنظيم ككيان سياسي يقبل التبرعات والهبات الغير مشروطة حتى هذه اللحظة، لا احنا نعمل بالمتيسر، لأن عندنا بعض الشخصيات الموجودين من المتيسرين ماليا، وبدأنا نتحرك على فتح مقرات في محافظات بغداد والمحافظات الجنوبية، وبنفس الوقت استفادينا من فرصة غياب الممثل الشيعي الحقيقي والممثل السني الحقيقي، فامتد. يعني هذا من باب محاولة الخدمة بعد أن فشلت كل الأحزاب السياسية في خدمة جماهيرها، من باب أخذ الثأر أنت اليوم ترجع للعملية السياسية؟ لا ما عندي أي ثأر. العملية السياسية هو مكان، تعريفها الحقيقي مكان لمن يريد أن يقدم أن يخدم لناسه، لكن هذه الفترة أصبح مكان للسياسي أن يخدم مصالحه. أخدم ناسك أنت منو إلا تصير بالسياسة، أخدم ناسك من مكانك. نعم. اليوم أنت فتاح لسان وصوت عالي، مستمرين بالفضائيات وأحكي. إيه بس نحتاج إلى صاحب اليوم قرار. يخدم لازم مجلس النواب. إيه ضروري، لأن حتى تكون صاحب قرار أنت تخدم ناسك. أسألكم الدعاء وديروا شك وتروح. قبل شوي إحنا كنا محتاجين من ينقذ سجناء التيار الصدري، إذا أنت مصاحب قرار شلون راح تطلعهم؟ تأثير أحياناً بالإعلام، بالضغط على النواب. ليش اليوم التيار الصدري من مثلاً عمل هذه التظاهرات بالتحالف مع يعني التيار المدني، ما ضغطوا على أبواب الخضراء؟ هم ناس كلهم فقراء وكسبة. إيه إحنا وجودنا بالعملية السياسية ليس طمعاً بالمنصب، وإلا أنا الآن عندي شهادة دكتوراه، يعني إذا هسه أمارس عملي أخذ نفس الراتب اللي تقاضي عضو مجلس النواب. مارست عملك الآن؟ تدرس أنت لو بعدك؟ نعم، منذ شهرين كانت لي رغبة أنه أخوض ميدان التدريس لتأكيد شهادتي أولاً والحفاظ على اللقب العلمي. يعني راح نشوف الشهادة اليوم بالبرنامج إن شاء الله؟ إن شاء الله تكون الأطروحة تجيكم هدية للجمهور من خلال فضائيتكم. إن شاء الله خير، الله يحفظكم إن شاء الله. موضوع مهم جداً، خلينا نرجع له شوية حتى نختم بهذا البارت، قصة المطار. يعني من المطار إلى رئيس كتلة أحرار، أنت تتحدث بهذه الطريقة، إحنا نتحدث بغير طريقة اليوم كإعلام. تحدث عن بهاء العرجي وكأنما هو الشخص اليوم اللي اختار التيار الصدري ورشحه إلى منصب، وفي يوم من الأيام هو متسلط في حتى في رئاسة الجمهورية، في عفوا في الحكومة التنفيذية. يعني ليش تحكي عنه بهذه الطريقة؟ ليش تقول هو من المطار إلى رئيس كتلة؟ مع العلم أنا عندي عليه مؤشرات. لا هو في وقتها ما كان رئيس كتلة أحرار، جاء فقط لكي يشغل منصب كرسي فتاح الشيخ في مجلس النواب في الدورة الثانية، أصبح رئيس كتلة الأحرار. لكن هو على حد قوله أنه أنا خلاص أيست وطلعوني من اللي هو كان أسماء اللي رفضت أنا ذاك قبل مجيء، قبل تعويضي، قبل أن يأتي في كرسي، قبل أن يعوض باسمي، كان أسماء اللي رفضت. لأن تدري الأسماء تصعد سماعة السيد، هذا يقبل هذا يرفض هذا يبقى هذا لا، وما كانت انتخابات تمهيدية، فهو من الأسماء اللي رفضت. لكن هو تفاجئ يقول بعد ما أنا كنت بالمطار خبروني العودة، رجعت كملت الأوراق وكمل مع المفوضية. سبحان الله، هي كانت في ذلك الوقت المفوضية قافلة على الأسماء، يعني انتهت ختمة، لكن باتصالات هنا وهناك، وكان عتب شديد على حمدية الحسيني في ذلك الوقت شلون سمحت بدخول سيد بهاء بديلا عني في حين أنه أنتم صادقتوا على الأسماء. يعني أهم كان أكو تلاعب هذا الموضوع، وأنا عقدت مؤتمر صحفي دنت به المفوضية في ذلك الوقت، لكن رجع خابرني سيد رياض النوري. كان أكو تلاعب في استبدال بهاء العرج ومكان فتح الشيخ؟ ما كان أكو مجال للاستبدال لأنه أسماء صارت. فعملت مؤتمر صحفي أدنت به المفوضية، أثناء وجودي بالمؤتمر اتصل بي سيد رياض النوري
رحمة الله عليه قال أبو جعفر قال الفتاح إحنا مو قلنا تنسحب، ليش هذا المؤتمر؟ قلت للمؤتمر جاء أنا أقدم شكوى على المفوضية لأنه اسمي هذه اللحظة. حسن مو قالوا لك انسحب. إيه خلاص انسحب. سيد فتاح أنت ليش تسوي مؤتمر صحفي؟ مو هي هاي المشاكسة اللي نحكي. لا لا المشاكسة. اليوم التيار الصدري ما يحب هذه الأمور. ليش؟ قالوا لك انسحب، عليك مؤشر، عليك أن تراجع الحنانة. خلاص. تروح للحنانة، تروح سيد مقتدى الصدر. أنا اللي أعرف. أنا اللي أعرف. زين. إنه الأسماء تم المصادق عليها وصادت. شلون تم استبداد؟ هذا شأن الكتلة، شأن الحزب. هو أنا ما حكيت على الكتلة. انتقدت المفوضية في ذلك الوقت واتصلت بالأخ الأخت حمدية الحسيني. قالت هاي توجيهات رئيس الوزراء احنا جاي ننفذها، كان انا ذاك الدكتور ابراهيم الجعفري. يعني سياسه مغلفه، انا ما احب سياسه مغلفه. زين انت مو هو تنتقد، انتقدت حتى سياسه التيار الصدري الان الموجوده، مع علم التيار الصدري اليوم الوحيد اللي استغنى عن موضوع يعني الوزارات وهذه الامور، وقال خلني نرشح مستقلين وتكنوقراط وهيك امور. اي بس ما انتقدت في مجال الاصلاح، انا مؤيد في مجال التضامن. لا انت حتى هذا الموضوع تقول لا هذا جزء فوق توافقات معينه تمت في الحنانه وبالتالي تنازل التيار. في مجال عمل السياسي؟ لا لا، الانسحاب كان مشرف في ذلك الوقت، وانا كنت حتى حقيقه داعم، مع انه انا بالقائمه العراقيه داعم الى ان يشكلون حكومه التيار الصدري يكون هو محورها، وقلت اذا اردنا ان نشكل حكومه عليكم بالحنانه، يعني صاحب القرار اولا واخيرا التيار الصدري. فما حدا من ما بدأ ليش التيار الصدري يطئ إيده بيد التحالف في حين هو أكثر كتلة داخل التحالف الوطني. برأيك اليوم التيار الصدري يعني الآن عنده معرقلات بطريق تسنم السلطة أو التغيير أو هذه الأمور، ولكن برأيك التيار الصدري راح يكون عمق مستقبلي سياسي للعراق بهذه الوضعية اليوم هو اللي موجود بها؟ فاتت الفرصة. لا يتمكن. لو كان سابقا لو كان شنو؟ لو كان سابقا منعزلا عن العمل السياسي والآن ينزل بقوة، لكان الآن التيار الصدري بصمة تختلف تماما عن الجميع، لكن فاتت الفرصة لأنه هو الآخر حال حال كل الأحزاب الشيعية اللي خلت اللي شاركت بالعملية السياسية. شنو رأيك بالمقولة اللي تقول أنه لا يوجد رؤية شيعية لإدارة الدولة منذ سقوط النظام وإلى اليوم، وكل ما يحدث من مشاريع سياسية عراقية شيعية ما هي إلا مبنية على تدافعات أو الفعل ورد الفعل وهذه السياسات؟ نعم، رؤية وبرنامج، غياب البرنامج السياسي، لأنه هسه كلهم عندما تقرب الانتخابات يقدموا لك شعارات طائفية مرجعية دينية أسماء ومسميات، لكن لم نلمس بصريح العبارة برنامج سياسي قادر أو يأخذ طريقه للتحقيق. يعني لا شفنا بما فيهم التيار الصدري التحالف الوطني كله بكل أجزاء. يعني نريد نشوف برنامج. الآن إذا تريد تسكت التدخلات الخارجية الأمريكية على سبيل الفرض تقول يا أمريكا سكتوا، ترى احنا عندنا هذا البرنامج، برنامج متكامل، برنامج صناعة الدولة، وما راح تتدخل لا أمريكا ولا سعودية ولا قطر ولا تركيا ولا إيران. حق غياب البرنامج لسبب واحد، تداخل الأجندة التي تسابقت على استحواذ بعض الكتل السياسية داخل الحكومة غيبت البرنامج الوطني العراقي. نعم، خلينا نروح إلى فاصل حتى نرجع للجزء الأخير، وأكيد راح نرجع مع التحالف الوطني العراقي لأنه على قولتهم هنا تسكب العبرات. حيا التحالف. إذن أحبتي المشاهدين فاصل أخير ونتواصل بحلقة بالتفصيل لهذا اليوم. عدنا معكم أحبتي المشاهدين والجزء الأخير من حلقة بالتفصيل لهذا اليوم، وأجدد الترحيب السيد فتاح الشيخ أمين عام الكوادر والنخب الوطنية المستقلة، بعدنا ما متعودين على اسم. إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا كنا بالبارت الأول نعرفك نائب سابق، هسه اختلفت الموضوع. خلينا نرجع لموضوع التحالف الوطني العراقي. شنو رأيك بالتحالف الوطني الآن بهذه الحلة؟ خلينا ننسى شوي يعني صفحة الماضي، خلينا نفتح صفحة جديدة. فقد ثقته أو الشعب فقد ثقته بالتحالف، لأنه بدأوا بداية قوية في بدايتهم، لكن للأسف بدأت تضعف تفاعل وعاطفة مع التحالف. مع ذلك الناس اكتشفت أنه هذه الاستمالة العاطفية المذهبية قد ضعفت. رئيس التحالف في هذه الدورة شنو رأيك به؟ سيد عمار؟ سيد عمار الحكيم. سيد عمار الحكيم لم يكن سيد عزيز الحكيم. لو كان سيد عزيز الحكيم لما ذهب التحالف في هذا الاتجاه. أنا عملت مع سيد عزيز من خلال وجودنا بالتحالف الوطني كالكوادر والنخب الوطنية المستقلة. كان سيد عزيز الحكيم يستوعب الجميع وبعقلية تمكن من عبور المرحلة، لكن يعني احنا العراقيين ردوا غير موفقين بالرموز الوطنية.
التشظي اللي صاب التحالف هو الآخر ضعف التحالف. اثنين الحزبية طغت على الجميع، كل أطراف التحالف طغت عليهم الحزبية، فبالنتيجة يجمعهم التحالف. يعني ما نترجى خير يوم الشارع؟ لا لا، هو يجمعهم التحالف شكلا واسما لا مضمونا ولا أتوقع. يعني اليوم أكو من وصف لنا التحالف الوطني وكأنما هو مجرد مجلس لتقاسم السلطات إبان فترة الانتخابات، وعبارة عن سوق من الانتخابات. وأنا أقول شكلا من اسمه تحالف كان مفروض. يعني يعني أنت تتوالم على قولتهن مع هذه المقولة أنه اليوم عبارة عن مكان لتقسيم الحقائب والمناصب؟ هو بدون ما أتفق أو ما أتفق، هو بدلائل في حكومة المالك الثانية سيد عمار الحكيم ما لم يحظى أو لم يحصل بالتغاني، ولهذا أضمر هذا الزعل في الحكومة الثانية الثالثة، ذهب باتجاه العبادي بغضا بك يا نور المالك. هذه ليست ضع علامة صح أو خطأ وصحح العبارة إن كانت خاطئة. يقول أبو المثل أنه التسوية العراقية ما هي إلا مصنع لإعادة تسويق وتدوير الفاشلين. خطأ. التسوية السياسية أنا أقول أنها دعاية انتخابية لإعادة هيبة من يدعي ذلك. ما إحنا قلنا التسوية السياسية إعادة لزج الفاشلين مرة أخرى بصورة جديدة في الساحة السياسية. لا، قد يكون لم يشارك بالفاشلين مرة أخرى، على الأقل يحافظون على رمزيتهم. يعني سيد عمار لما دعا إلى التسوية أولا متأخرة، كان الأحرى به كتحالف وطني تطلق التسوية منذ عقب 2003، وسبقنا في ذلك السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في مسألة قبول السافاك وإعادة تصنيع السافاك من جديد خدمة للثورة الإسلامية ونسيان ما عملهم مع الشاه. ما كان هذا اللي حدث حقيقة. الآن أشوف أنه هي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية. بما أنك تؤمن بموضوع أنه كل الأحزاب الشيعية والسنية خذلت جماهيرها، خلينا نرجع بموضوع تقاسم السلطات وموضوع الحقائب. شنو موضوع الأربعين دفتر اللي انعرضت عليك مقابل وزارة النقل أو هيك شيء؟ لا، هو هذا عمل من خلال وجودي في الحكومة. كنت أسمع أنه وزارة تباع وتشترى تباع وتشترى، بعدين شفت أنه أحد الوزراء قال بالحرف الواحد، قال أنا الوزارة اشتريتها بأربعين دفتر. ففتحت في يوم من الأيام عرضوا علي، قلت له نعم أنا أحد الوزارات، قالوا راح تشغلها. بس كنت أتصور تشغلها بإمكانيتي بقدرتي. لما طلبوا فلوس شفت من الطلب من عندك؟ هسه احنا ما نقدر نذكر اسماء. لا لسه صار التاريخ، لانه احنا مقبلين على تحالفات سياسيه. واتصور هؤلاء الذين باعوا واشتروا بالوزارات راح يروحون في ينكسون في مزبله. بس ما يروحون هيك يا سيد. لا لا متاكد اني. الشعب العراقي اثقل كاهله بالفقر والتعب والتقشف، وذولا وين يروحون من رب العالمين؟ لا لا، يروحون الى مزبله التاريخ قدر رب العالمين. لا هسه في محل اكو بيهم في محل توبه الان، يقول لك انا اصلي خميس وجمعه. شنو توبه؟ في الإمام علي أصلي. وأموال الشعب العراقي اللي أنت كنت حافي وقاعد بنص قطعة، والآن أنت خمس قصور بالجادرية وفلل بلبنان. أنت ما عندك قصور؟ ما أحتاج، أنا وأولادي كافي علينا، بيتنا في شارع فلسطين وفي مكان محترم وبنص الشارع. لما تروح لبيروت العمان يستقبلوك جماعة يحبون السهر. أغلب زياراتي أنا خرجت إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وذهبت إلى إيران لزيارة الإمام الرضا وبقاء شهر على مود رمضان، وسوريا كذلك أيام 2011 قرب السيدة زينب. أكثر من هذه الزيارات ما عندي. ما عندك قصر؟ ما حد يطاق قصر. أنا ما أكو سياسة يطلع من العملية السياسية. إحنا اليوم كل إحنا أستاذ منتظر أصحاب القصور هو اللي يبيع ويشتري بالكراسي. زين. يعني أكو سوق صار، أكو بيع ومشتري. نعم بالكراسي. صارت بورصة في عمان مثلاً. ما تذكر إن حدث الله خلي المشاهدين اليوم يتونسون على هذه السوالف. أكو حدث، أكو في اليوم من الأيام انباعت وزارة أو اذكر لنا اسماء وساوموا على فد وزارتي. اتصور اليوتيوب وموقع جديد اسمه احمد الشلبي شمس لن تغيب، هذه حقائق تظهر على الساحه. زي. وبرنامج استوديو التاسعه كان كفيل، مع ذلك للاسف هواي دعاوى انضمت على حساب انه لا صحه لذلك، لكن في حقيقه الامر سوق انباعت وعقارات الدوله راحت واكو تقاسم الوزارات. هذا دليل على ما تفضلت به في بداية الحلقة الأولى، قلت أنه أنت أفلست من المنصب. أنا أفلست لأن ما عندي فلوس أشتري، وبعدين ماكو من يستاهل، وليش أشتري؟ أنا عندي قدرة أدير الكرسي بإمكانيتي، فبالنتيجة أنا ما أفلست من الكرسي، الكرسي أفلس. زين هذا الكراسي وهذا التقاسم حتى نكون واقعيين. نعم. يعني يوم التيار الصدر بعيد عنها، أم هناك يعني من
باع واشترى بهذه المناصب. احنا حتى نكون يعني احنا اليوم صدر من خرج تظاهرات على المفسدين، قد يكون مثلا اجزاء من التيار الصدري هي شريك اليوم بهذا العمل الفصائل. الحكومي والوزاري تحديدا. بالمناسبه قبل لا تحكي انه انت عندك في وجهه نظر تقول انه اليوم مشروع التيار الصدري هو مشروع حكومي وايضا قد يحتاج الى الوزارات. نعم. وهذا هو اصلاحي لا باس به، لكن هو الكلام كالاتي: بما انهم عندهم هيئه سياسيه فيجيبون وزاره، وعندهم هيئه اقتصاديه فالهيئه السياسيه تعمل على اداره شؤون الدوله، الهيئه الاقتصاديه ما هو دورها؟ نعم سؤالنا يعني معناه شنو؟ يعني انت مارست عملك تنفيذي، فاكيد العمل التنفيذي الوزارات ما راح تعطى لك هبه، لانه اغلب الاحزاب مولت نفسها من خلال الوزارات والكوميشن والبيع والشراء والعقود. فالتيار عاش المرحله ولا يبرأ بصريح العباره، لا يبرأ هو الاخر. قد يكون البعض يقول قدموا دليل، او ما الدليل هو انت ما سارقني شخصيا حتى القى القبض عليك واسلمك كدليل. لا، هنالك وزارات وهنالك مناصب تنفيذيه، بس تنازلوا عن وزاراتهم اليوم واقفين بباب الخضراء، نازلوا عن الوزارات واليوم واقفين بباب الخضراء من اجل الاصلاح يعني. لا بس، لكن العدد الموجود تحت قبه البرلمان يكفي يفي الغرض حتى لا نتخرج بهذه المتظاهرين. لو كان هنالك دعوه حقيقيه بدون ذول المتظاهرين وعندنا 30 مقعد يوقعون على استجواب رئيس الوزراء ويطالبون بملف اصلاحي، يقدموا له برنامج اصلاحي ويلزمونه. بعدين مو بس التيار الصدري، التيار الصدري والأكراد وعلاوي والسنة ونور المالك كلهم يردون الإصلاح. فأجي أحرجهم هنا تحت قبة البرلمان أفضل من أن أجيب مليون أو نصف مليون في ساحة التحرير وتفتح عليهم النار وتقتل شهداهم، وبالنتيجة وكأنه فقط التيار الصدري وحده يطالب بالإصلاح. أما إصلاح جماعي وهو ما واجب مجلس النواب 325 عضو، طلع من عندهم 200 عضو مفسدين، هم تبقى عندك مثلا مع احترامي للجميع طلع منهم هذا العدد، هم تبقى عندك 125. انت في النظام الداخلي اذا 50 برلماني وقعوا على استجواب رئيس الوزراء ياتي، وقعوا على استقاله وزير يقال. فبالنتيجه الاصلاح يصير تحت قبه البرلمان ليس في ساحات التظاهرات. لكن انا اتصور انه سيد مقتدى الصدر تيقن انه لا يمكن ان يكون اصلاح تحت قبه البرلمان، خرج الى الشارع. مو قصه تتصور، اليوم الناس ملت. يعني احنا التيار الصدري اليوم متظاهر مو على نواب الكتل الباقيين، متظاهر حتى على نواب يعني التيار الصدري الموجود تحت قبة البرلمان. ورفضهم كلهم، ماكو واحد الان يمثل. اي ما حد يمثلهم، وانت قلت احنا اليوم صدرين مثل خط سيد الشهيد الصدر. نعم. فذول الناس اللي طالعين تظاهرات على بهاء العرجي اللي كان في يوم من الايام، وعلى من يعني خلف بهاء العرجي، وعلى هذه الفساد وعلى هذه الطخمه وعلى كل الناس الموجودين تحت قبه البرلمان. اليوم يريدوا يضغطون على سياج الخضراء من اجل ان تكون هناك وزاره، ان تكون هناك حكومه حقيقيه. فانتم ليش تقفون بالضد من التظاهرات؟ احنا مو شفنا التظاهرات من وصلت الى سياج الخضراء نزلت القوائم، سرعوا يعني بتشريع قوانين. نعم، حسوا بالخطوره، لكن هو الضغط يجب ان يكون مستمر حقيقه، لانه احنا نعيش في جو ديمقراطي. فالدخول الى الخضراء والتظاهر في ساحه التحرير هذا كله من ملامح معافات العملية الديمقراطية. فالمواطن مثل ما أنطى صوته في صندوق الانتخابات، أيها المسؤول عليك أن تسمع صوته تحت نصب الحرية. السيد فتاح الشيخ، أنت تقول عندك نظرية تقول أنه ما معناه، أنا فسرتها هيك ببالي، أنه هذه التسوية والأمور والتوافقات وميثاق الشرف كلها فلسيا. إحنا عندنا 4 أشخاص بالعراق إذا توافقوا بيناتهم صحيح تحل البركات من السماء. شنو رأيك بهذا الموضوع؟ نعم، ما زلت دافع عن هذه النظرية وأقول أن الأمر في العراق مكفول بزعماء الكتل. إن اتفقوا وإن اختلفوا احترق الشارع وتكالبت الأزمات علينا. من هم برأيك؟ الكتل السياسية الحاكمة، التحالف الكردستاني كتلة، ولو الآن بدأ يشظى من داخله، التحالف الوطني كتلة وبدأ يشظى من داخله، السنة كتلة وهم الآخرين بدأوا يشظون، وعياد علاو كتلة. فبالنتيجة هاي الأربع كتل هم زعماء رئيسيين لإدارة الرأي العام العراقي والجمهور العراقي والحكومة العراقية. احنا لو نحتاج استبدال ذول الأربعة ونأتي بجمهور جديد ودماء سياسية جديدة حتى نشوف شنو العلة. لو لا، مثل ما سمعنا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي انه ترامب يقول لا نحتاج الى تغيير حكومة، نحتاج الى تغيير شعب. ايه يعني هنا المشكلة، لو المشكلة بالشعب وهذا نتاج الشعب حكومة فاشلة، لو المشكلة بالحكومة والحكومة تسرق والشعب ساكت، هسه الشعب طلع وتحرك، هسه قد يكون هذه الحركة أفضل من الماكو.
لأن نبقى بدون حركة يمكن تزداد الأمور. في يوم من الأيام كنت تقود مشروع وطني باتجاه الغربية عندما كنت في التيار الصدري. نعم نعم، كلفت من قبل سماحة السيد بأن يكون لدينا جسر بين التيار الصدري كخط وطني وبين أخوتنا. في أي عام هذا؟ 2006 أول تشكيل الكتلة الصدرية. نحكي بصراحة لو زحمة. لا تفضل. يعني أنتم في 2006 كنتم تمثلون ثقل التيار الصدري. نعم. جيش المهدي كانت العالم تخاف من عنده. النوبة رايح ما أخذ لك مشروع رايح للغربية. إيه بس هم الناس ببغداد خايفين من عندكم. لا استقبلوه قبل الطائفية. زين. لأنه إحنا التقينا معهم في المقاومة ضد المحتل. فبالنتيجة استقبلونا عندما كان مشروع وطني. لكن للأسف هنالك من أخواننا في التحالف الوطني من الشيعة تذمروا من هذا المشروع، لأنه السيد أخذ ببصمة، أخذ التخويل من قبل رئيس الهيئة السياسي أنا ذاك الشيخ عباس الربيعي والذهاب إلى الأنبار لفتح مكتب سياسي وفي كركو. مو جمهوركم، مو بيئتكم، مو جمهورنا. يعني راح تفتح لي مكتب سيد الشهيد بالأنبار؟ مو جمهوركم. نعم أستاذ منتظر، أنا أسألك سؤال. إذا كانت القائمة موحدة وجمهور الأنبار ينزل بها رجال الأنبار وجمهور كوك وصلاح الدين نفس الموصل، إيه بس نقطة اعتدال، نقطة تلاقي نقاط، أسوي لي كتلة ليبرالية. النقطة نلتقي بالمشروع زي. أن يصعد ابن الأنبار في قائمة وطنية وابن صلاح الدين وابن الموصل نلتقي تحت قبة البرلمان. زين، ماذا كتب لهذا المشروع؟ وين هذا المشروع اليوم؟ قتل مبكر. نعم، تتمنى أنه يستأنف هذا المشروع هسه حاليا؟ قتل مبكر، وأنا حقيقة عرفت أنه مؤامرة أنا ذاك على فتاح الشيخ، لأنه ما بين إصدار الأمر من سماحة السيد تجاه على أنه أكون ممثل له في الأنبار والكركوك وديالة والموصل، لحقه بأقل من أسبوع أعلن انسحابك. هسه شنو من الوراء ما أعرف. سيد فتاح هذا هسه تيار الصدر ما عنده، بس فتاح الشيخ كل واحد شيء. لا في ذلك الوقت قلت مؤامرة مؤامرة لا مؤامرة لا لا ضد فتاح الشيخ. لا أستاذ منتظر، عندهم ألف فتاح الشيخ هسه هم بالتيار الصدر حاليا. أي؟ لكن في ذلك الوقت إحنا كنا معدودين على عد الأصابع كصدريين في العملية السياسية، يعني كصدريين على عد أصابع اليد الواحدة مو اليد. فبالنتيجة يعني مو أنا اللي أقوله، إنما الكثير من الصدريين في ذلك الوقت كنا نعمل هذا المكان وهذا الشغل. يعني عندما يكون الشيخ عباس الربيعي رئيس هيئة سياسية فأنا متأكد ما يقدر يعتمد مثلا فيما بعد على الأسماء اللي جت مؤخرا. عباس كان يعرف الصدريين الحقيقيين اللي كانوا بزمن سيد محمد صدر. زين. وبالنتيجة كان تخويله وبعث لك التخويل مصور ويوصل لك إن شاء الله. ما تريده لهذا المشروع حتى أختم برنامجي؟ والله أتمنى أن يستأنف مرة أخرى والتيار الصدري هو أولى به في تنفيذه كمشروع وطني. عندنا مجموعة من المصطلحات علقنا عليها وتعرج على كل مصطلح، وقد يكون بعض المصطلحات احنا طرقنا لها في سياق الحلقة. التحالف الوطني ما هو رأيك به بكلمة أو كلمتين أو ثلاث؟ ما هو التحالف الوطني؟ يعني عبارة عن تحالف مفقود الثقة. مفقود الثقة. السيد مقتدى الصدر عزه الله رمزية وطنية يجب أن تستثمر بالوقت المناسب. السيد عمار الحكيم ابن السيد عبد العزيز الحكيم. الحاج أبو مهدي المهندس رجل محسود. محسود على إيش؟ في إبداع في عمل لكن محارب، لأن تدري كل ذي نعمة محسود. لكن هو رجل حقيقة يقدم وبصمته قبل الحشد الشعبي، لأنه إحنا عشنا ويا أبو مهدي أيام الجمعية الوطنية. زين. لكن محسود محارب، وبدأت الحرب من أمريكا وصولاً إلى حتى بعض أطياف الطيف الشيعي تبدأ أن تؤشر على أبو مهدي بهذا الاتجاه، لكن هو رجل محسود وكل ذي نعمة محسود. سرايا السلام الابن الثاني للجيش المهدي. نعرف إحنا هذا الموضوع، ولكن على أي طريق هي الآن؟ هي نفس الخط تقريبا، خط الجيش الإمام ثم اليوم الموعود ثم سرايا السلام. هل هي بمنأة تمثل اليوم عطر السيد الشهيد؟ هل هي بمنأة عن ما يحدث من سياسة الصدريين؟ هي كسرايا أنا أتوقع يعني أنت اليوم ليس لها علاقة بالعمل السياسي، إنما ترتبط بالخط الجهادي. عندك علاقة بهم سرايا السلام؟ قياداتهم تصلون بك تليفونيا مثلا؟ عندي علاقة تحضر مجالس اجتماعات مجالس عزاء شهداء سرايا السلام؟ نعم، علاقات طيبة مع الكثير منهم، علاقتي بهم موجودة أينما نلتقي، لكن كاجتماعات وكتواصل لا بعيدة. الشيخ قيس الخزعلي زعيم صدري خسره التيار
ولو بقي قيس الشيخ قيس الخزعلي في التيار لكان هنالك شوكة التيار أقوى من الآن. أوس الخفاجي، الشيخ أوس اختار طريق ربما قد يكون غير صحيح. فتح الشيخ إعلام سياسي مستقل. هل هو على الطريق الصحيح أم يحيط بين الفينة والأخرى؟ ساعيا في الاتجاه الصحيح، وربما قد يكون موفقا أو غير موفق. السيد فتاح الشيخ، شكرا جزيلا لك لرحاب صدرك حقيقة على هذه الحلقة. اليوم كانت حلقتين معك، إن شاء الله راح تبث بشكل أسبوعين متتاليين. شكرا جزيلا لك، وكلمة المسك لك. حقيقة فوجئت بهذه قناة الفتية، قناة الولاء، وبدون مجاملة، لأننا متابع جيد لجميع الفضائيات. أتوقع لكم مستقبل وجمهور واسع لهذه الصراحة والانتقاء الحقيقي لضيوفكم وبرامجكم، فموفقين. والإعلام هي العجلة التي تساير العملية السياسية، ولكم إن شاء الله البصمة في ذلك. شكرا جزيلا لك، ولك التوفيق والسداد سيد الكريم. شكرا جزيلا لك. طيب، الله يحفظك. شكرا سمعت. أحبتي المشاهدين، والشكر موصول لكم، على أمل اللقاء بكم بحلقة متجددة من برنامج بالتفصيل. أستودعكم الله، أنا منتظر حنون في الإعداد والتقديم، والشكر أيضا موصول إلى الكادر الذي رافقني في هذه الحلقة. على أمل اللقاء بكم بحلقة متجددة من برنامج بالتفصيل. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.